أكدت هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة في القناة من خلال المجرى الأصلي بعد جنوح سفينة ضخمة في القناة الجديدة. وكانت الهيئة قد قالت في بيان لها إنها لا تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة العالمية، وأن ثماني قاطرات تعمل على جانبي السفينة المتعطلة لتعويمها واستئناف حركة الملاحة في القناة. يذكر أن السفينة إيفر جيفن كانت قد تعطلت في وقت مبكر من يوم أمس، ما تسبب في تكدس ما لا يقل عن 100 سفينة تسعى للعبور بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وأرجعت هيئة قناة السويس الحادث إلى عواصف ترابية أعاقت الرؤية. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الزميل محمد عادل، محلل الأشرق مع بلومبرغ. أهلا محمد، بداية، ما هي الأثار الاقتصادية المتوقعة من هذا الحادث أو هذا الانسداد القائم الآن في قناة السويس؟ الحديث الآن أنه قد يستمر لبضعة أيام، ولكن طبعا نحن نعلم أنه أي يوم تعطل سينتج عنه بعض التداعيات. نعم. ماذا نتوقع؟ يعني هو خلينا نقول ان الحادث طبعا هو قناة السويس بتمثل تقريبا من اكبر خط ملاحي بحري على مستوى العالم، تقريبا بتمثل 12% من التجارة العالمية تقريبا للملاحة، لتقريبا حركة الملاحة اللي موجودة. ايضا بيمثل خلال الفترة الحالية بتمثل عامل مهم جدا في نقل النفط ونقلات النفط بشكل مستمر في حركة التجارة العالمية. فطبعا الحدث هو حدث مفاجئ، ولكن تأثيره هيبقى تأثير يعني زي ما بنقول قصير الأجل، مش هيأثر بشكل كبير على أسعار النفط أو هيكون ليه أضرار كبيرة. يمكن يعني بخصوص العالم تعود وتعلم من جائحة كورونا التعامل مع الانقطاع والتعطل في سلاسل الإمداد، يعني ربما تكون الشركات وغيرها مهيئة نوعا ما. طيب دعنا نتكلم عن القناة القديمة الذي تم تشغيلها بالاتجاهين، هل إلى أي مدى من الممكن أن تعوض بعض بعض الحركة المتعطلة؟ يمكن هو التعطيل الجزئي، يمكن كما اشارت التقارير ان السفينه الحاليه حتى يتم تعويمها بتاخد اجراءات وهتاخد بعض الايام، فيمكن اعلنت الهيئه سريعا اتخاذ حلول يعني سريعه، وهو تشغيل القناه القديمه. يعني القناه القديمه كان ليها تعمل باتجاهين، فمره اخرى عادوا للعمل بها حتى تعود للانتظام حتى وان كان ابطا. يعني وبالتالي يمكن بعد عوده الانتظام حتى وان كان ابطا يعني ستعود الامور على طبيعتها، مش هيكون الاثار ليه اثار جانبيه بشكل كبير. وايضا انا متوقع اسعار النفط تتاثر، يعني تعود مره اخرى لاستقرارها، يعني يمكن بعض الارتداد الايجابيه. نعم. بعد الخسائر التي رايناها يوم امس، نتكلم عن 6.7% من التراجعات. على كل سنكون مع مراقبه لهذا الحدث وتاثيراته وتداعياته الاقتصاديه. شكرا لك محمد. شكرا عادل، محلل الشرق مع بلومبرغ، على هذه المداخله.